من فترة طرحت سؤال للزملاء عن تعريف البراغماتية. الموضوع ما كان واضح بالنسبة إلي، ما شاء الله أغنوني بنقاشهم، كان نقاش بناء ومثمر، وإن شاء الله بقدر ألخصها بكلمتين بدون ما أوقع بالخطأ. البراغماتية هو مذهب سياسي فكري فلسفي يقوم على النظر لصحة فكرة من خلال قابليتها للتطبيق. ما بيركزوا المذهب البراغماتي ما بيركز كثير على المبادئ والمثل، ما بيكون ضدها بس ما بيركز عليها. بمعنى آخر، هو بينظر للأهداف والنتائج. ممكن تحمل البراغماتية معنى إيجابي، إنه هي التكيف مع الواقع، التعامل مع الواقع كما هو، إنه الشيء اللي بيشتغل على الواقع فهو شيء صحيح. بالمقابل ممكن تحمل معنى سلبي، اللي هي المصلحية على حساب مصالح الآخرين، الزئبقية، عدم وجود المبادئ. المبدأ المعاكس للبراغماتية هو الأيديولوجية. الأيديولوجية إنه الواحد عايش بالأفكار تبعه، بالمبادئ تبعه، وربما تكون غير قابلة للتطبيق على الواقع أو بعيدة عن التطبيق عن الواقع. فالواحد لازم يكون مزيج حقيقة بين البراغماتية وبين الأيديولوجية. الإنسان لازم يدور على مصلحته، لأنه مصلحته هي الشيء اللي بتخليه يعيش حقيقة، بس مش حساب مصالح الآخرين ولا حساب المبادئ الخطوط الحمراء، خليني أقول، اللي هو بيرسمها لحاله. طبعا كل إنسان بيختلف خطوطه الحمراء عن من إنسان لآخر. شو علاقة هذا الكلام بالبحث الطبي؟ حقيقة العلاقة بالبحث الطبي إنه في شيء اسمه براغماتيك كلينيكال ترايل، حابب اشرحها في هالفيديو المختصر. البراغماتيك كلينيكال ترايل هي تجارب براغماتيه. شرحنا البراغماتيه ايش معناها. لما نحن كنا نحكي عن الراندومايز كنترول ترايل، انه نحن عم ندرس دواء معين، عم نشوف انه بيشتغل او ما بيشتغل، هي التجارب معظمها بالتصنيف اسمها اكسبلاناتوري. اكسبلاناتوري كلينيكال ترايل يعني هي تجارب بتشرح انه هذا الدواء بيشتغل او ما بيشتغل. نحن بيهمنا نعرف انه هذا الدواء فعلا كان بيأثر على هذا المرض او ما بيأثر على المرض، الدواء بحد ذاته. فبنعمل اكسكلوجن الكونفاوندنج فاكتور، بنحاول نطلعها كلها برا. بنعمل اكسكلوجن كرايتيريا بتكون كتير قاسيه، بنطلع مرضى السرطان، مرضى قصور القلب، مرضى كذا، مرضى كذا. ما بيبقى عندنا الا كل يعني شروط صعبه التطبيق. الانكلوجن كرايتيريا، شروط الدخول بالتجربه حتى بتكون قاسيه حقيقه. فالبروتوكولات طبعا بتكون احيانا صعبه ومعقده. مثلا في بروتوكول بدراسه مثلا قصور القلب، دراسه الادرار مقابل الغسيل. بروتوكول الإدرار تبعهم كان جدا معقد. مثلا ب 2006 في دراسة عرضتها من فترة عن مقارنة تدبير السوائل بناء على السي في بي مقارنة مع السوانجانز، حقيقة حتى هذا البروتوكول تبعهم كمان كان معقد، مو بهالسهولة تطبيقه على الواقع. فانت بتيجي بدك تطبق التجربه على مريضك اللي عم تشوفه يوميا بالعياده، مرضاك اللي هن مرضى عيادتك، بتلاقي انه التجارب اللي عم تنتشر ما هي قابله للتطبيق. بتيجي مريضك عنده قصور قلب، ما بتزبط عليه التجربه. فلجأوا هلا او صار في اتجاه هلا حاليا للبراغماتيك كلينيكال ترايل. البراغماتيك كلينيكال ترايل ما بيهمها تفسر انه هذا الدواء شو قضية تأثيره، او هو فعلا بيشتغل عند هذا المرض بدون كومفاوندينج او كذا. بيهمها تعرف انه هذا البراكتس بتشتغل او ما بتشتغل بغض النظر عن التفاصيل. بيلجأوا من لذلك هدول البراغماتيك كلينيكال ترايل بيميزها عدة ميزات. بس ان شفتك براغماتيك ترايل او براغماتيك كلينيكال ترايل بدراسة منشورة، اطلع على 3 شغلات. اول شغلة، ما بيكون في اكسكلوجن كتير، الاكسكلوجن بيكون جدا جدا قليل، فبيحاولوا يشملوا كل المرضى بدراسة، وبالتالي بيحاولوا قدر الامكان انه الدراسة تكون تشبه بتنطبق على مرضاك، لانه مرضاك ما اكسكلودد من الدراسة. الشغلة الثانية، البلايندينج، ما بيكون فيها تعمية عادة. هذول الدراسات بيعملوا تعمية للباحث اللي بيحلل النتائج، بس المرضى والاطباء بما انه هي تجربة واقعية بتشوفها بحياتك اليومية يفترض ما يكون فيها تعمية، فما بيكون في بلايندينج حقيقة. عادة هي التجارب ما بتكون بلاسيبو، انت ما فينك تعمل براغماتيك ترايل على بلاسيبو، عادة بتكون على البراكتس الموجودة. رقم 4 مثلا او 5، بتكون هي التجارب بسيطة جدا جدا، تعطي او ما تعطي. احد البراغماتيك كلينيكال ترايل مثلا دراسة الكورتيزون، تأثير الكورتيزون او اعطاء السيرويدات لمرضى الردود الدماغية، هي دراسة انتشرت ب 2002 اظنها، شفتها من فترة. كل المرضى اللي بيجوا على الطوارئ هن الردود، يا بتعطيهم، كان وقتها ما معروف انه الكورتيزون بيفيد او ما بيفيد، وبالتالي كان ممكن بتعطي بلاسيبو، يعني ما بتعطي الدواء، فيا بتعطي الدواء يا ما بتعطي الدواء. فطلع معهم انه بيزيد الاذى بعد فتره، وبالتالي لغوا هي البراكتس من الممارسه تماما. فهي هذا هو ببساطه البراغماتيك كلينيكال ترايل، بتجرب الدواء على ارض الواقع وبتشوف انه فعلا
بيشتغل او لا، وبتبتعد عن البرج العاجي اللي بيعيشوا فيه جماعه الراندومايز كلينيكال ترايل اللي هن تبع الاكسبلاناتوري، بيكونوا عايشين ببرج عاجي نسبيا. السلام عليكم.